لو سمحتوا أقول. لأني أنا مختلف معاكم في هذا الموضوع شكلا، متفق معاكم مضمونا، مختلف معاكم جذريا، مختلف أيضا حتى مع معالي رئيس الهيئة، وليسمح لي رئيس الهيئة وحبرر الشيء ده. أولا التغريدة جدا ممتازة من ناحية إنه هو ما بيتدخل في عمل الاتحاد السعودي، وإنه هو كان منفصل عن اتخاذ القرار، وهذا الانطباع جدا ممتاز. نيجي نطالع بالنسبة للقرار الآن، مين هم اللي حيلعبوا دوري الأربعة؟ باطن، فيصلي، أهلي، اتحاد. مين هم اللي عندهم لعيبة في المنتخب؟ أهلي واتحاد. طيب أنا أعطيت انطباع الآن إنه اللي واصل مين للنهائي؟ أهلي واتحاد. الله أعلم. إذن أنا لغيت، الله أعلم، ما حد أعطى انطباع. لا كيف 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 أنا دحين أنا عندي اثنين ما عندهم ناديين ما عندهم لعيبة منتخب. أوكي، يعني هذول مستثنين من التغريدة حسب مفهومك أنت. معناها إيه؟ إنه اللي حيوصل للنهائي الاتحاد والأهلي أو واحد منهم. لكن كنت أتمنى من رئيس الهيئة إنه يؤجل هذه التغريدة إلى ما بعد نصف النهائي مباراة الاتحاد والباطن 30 نصف النهائي. أيوة، ومباراة الفيصلي والأهلي 30-31. أيوة، هذه لو فعلها كان لها قيمة أفضل. وش الفائدة من تأجيلها؟ دقيقة، أنا بقول لك حاجة واضحة. لا لا، أنا شوف هم نحن أنا بقول رأيي وبعدين تعلي. هذا الجانب. الجانب الأول، مين اللي اتخذ القرار؟ اتحاد القدم. اتحاد القدم بناء على مين؟ منتخب. إدارة المنتخب، برنامج المنتخب، إدارة المنتخب بناء على مين؟ فريق على رأي المدرب، فريق إعداد كأس العالم، رأي المدرب. نعم ماشي. الآن الاتحاد السعودي إيش يقول؟ يدرس الموضوع. إنه يدرس الموضوع. طيب أنا وعشرين واحد مننا كلنا كنا نقول يا اتحاد السعودي لكرة القدم، أنا كنت لا ماني معاه إنه يدرس الموضوع، ما دام اتخذوه لمصلحة المنتخب انتهى الموضوع. في كثير من الآراء، الأغلبية 99% كانوا يطالبوا إنهم هم يا اتحاد كرة القدم لو سمحت أنظر للموضوع. طب ممكن سؤال صغير، خلينا نخلص. بس سؤال صغير. خلينا نفترض إنه الأهلي أو الاتحاد طرف النهائي وطرف آخر فيصلي أو باطن، وغرد مع المستشار، ايش حتقول؟ بطوله موجهه دحين. بطوله موجهه. دقيقه خلينا اخلص، لان انا اعطي لك صح ولا كلامي. لا انا دحين هنا انا بتكلم لك على تغريده، واتكلم لك على جوانب الانطباع العام عند الشارع العام. انك عطيت انطباع ايوه انه الاتحاد والاهلي يعني ممكن ما في شيء، انه هو الفيصلي والباطن هذا. ودحين انا الاتحاد فيه موجود، لكن انا بعطي انه هذول كلهم الانديه سواسيه، ما عندي اي احد. لما يوصل الاتحاد والأهلي وتطلع التغريدة هذه صحيح. انا اتفق معاك، قصدي ربما يصل الفيصل والباطن ما في حاجة للتغريدة هذه واحدة. لا ممكن لا انا دحين ما في اعطيتني ما في اعطيتني انطباع. انت اعطيتني انطباع ما حيوصلوا، ما في داعي للتغريدة يعني. لا انت اعطيتني انطباع ما حيوصلوا، هذه واحدة، وهذا ما انا ما كنت اتمنى. الحاجة الثانية انت اللي فهمتها بالشكل. طيب انا خليك ما قاطع احد، ما قاطع لا بس هو الاشي حتى انطباع انه هو ابو فارس ترى ما قاطع ولا احنا مال ما قاطع. حاجة حاجة واحدة بس، لا يسأل حاجة واحدة بس. نحن بنقول كلنا نتمنى انه فعلا اللعيبة يتشرفوا بالسلام على راعي المباراة. ايوه لما ما لعبوا لعيبة المنتخب، مين اللي حيتشرفوا؟ مين اللي حيطلعوا يتشرفوا؟ هيقعدوا برا؟ هيقعدوا في الملعب؟ ولا في لعيبه ثانيين برضهم حيتشرفوا؟ في لعيبه ثانيين. اذا هذول ما لهم حق كمان انهم هم يتشرفوا بالسلام على الملعب. ليش تحرم هذول؟ من اللي وصلهم؟ دقيقه، صلي على النبي. هلا ما صلى وسلم عليه. انا عندي عليك. خليني انا عندي الحين مدرب أيوة. منتخب ايوه طالب انه انا عندي هذا الموعد للبرنامج ده وابغى اسويه، واتخذ القرار الاتحاد السعودي لكره القدم. لا نهز شخصيه المدرب، لا نهز شخصية الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا نهز الأندية، ولا نهز شخصية الأندية. دقيقة خلينا نخلص. أيوة قول للاعبين ما نهز شخصيتهم. دقيقة أنا الآن أتخذ القرار إذا لا أهز شخصية المنتخب، لا أهز شخصية الاتحاد السعودي لكرة القدم، لا أهز شخصية المدرب. أنا أتكلم على مصلحة عليا. أوكي. هذه واحدة. الحاجة الثانية، هل هو هذا القرار اتخذ وعندك أنت اللي حيلعبوا دول كلهم ناشئين ولا شباب؟ أنت عندك سبعة لعيبة من لعيبة اللي هم اللعيبة الأجانب. إذا الاتحاد السعودي كان عنده اعتبارات أخرى
وضعها من بداية رؤيته انه تواجد اللاعب الاجنبي في هذا الموسم في هذا الموسم لاي اعتبارات هو ما نظر لها انه اتحاد اهلي نصر وهلال هو نظر لها بصفه عامه لاستعدادات كاس العالم. اذا انا في هذه الحاله اكون داعم لهذا القرار، لهذا القرار لانه نحن في حاله استثنائيه. انا ما اقول